دلوقتي نرحب بغادة سعد، اهلا بيكي. انتي اهلا يا خسيتي حبيبتي. 20 كيلو صح؟ منوراني. ربنا يخليك يا حبيبتي. انتي خسيتيهم على ال7 خطوات؟ ومشيت على 7 خطوات ومشيت على الصيام المتقطع. فطبعا يعني ال7 خطوات دي لوحدها يعني معجزة، انا بعتبرها معجزة يعني، الحمد لله. لاني جربت رجيم كتير وجربت حاجات كتيرة فما كنتش بنزل الوزن ده نهائي يعني. فبصراحة أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، يا لأنك حبيبي اديتيني أفكار واديتيني يعني حتى الحاجة إمتى أكلها وإمتى ما أكلهاش. حتى لو نفسي راحت لحاجة وأكلتها ببقى عارفة التوقيت. هو نظام حياة أنا مستمتعة بيه ومبسوطة بيه الحمد يعني، لله. بصراحة انتي بشكر مخلفة حضرتك. ولدين صح؟ معايا ولدين. انتي كنتي قبل ما تتجوزي كنتي مليانة ولا رفيعة؟ لا كنت 71 يعني، طيب وبعد ما خلفتي الولد التاني كنتي وصلتي لكام؟ وصلت ل 83، ونزلتي دلوقتي بقيتي كام؟ 63 كيلو. طب حلو جدا، بقيتي 63. احنا معانا صور؟ طب يلا نشوف ماما الصورة. ما شاء الله ما شاء الله، لا يعني فعلا فرق كبير. انت كمان انت بتقولي انت كنت وصلتي ل 83 صح؟ 83، 83. وطولك كام؟ 158. انت مش طويله، خالص. ففعلا فرق حاجه و80 كيلو على طول هو باين معايا. 153، ده كتير. ايوه فعلا بصراحه يعني، انا الفكره في رقائق الخبز المشبعه هي ديت كانت بالنسبه لي ده كان المستحيل يعني، ان انا انت بقيتي استغنى عن تعمليها العيش. بنفسك صح؟ انا بعملها في البيت، طب الحمد لله. وبسكوت الشوفان انا بعمله في البيت برضو. طبعا لسه عامله كريب من قريب يعني. انا كان الفكره ان انا زي نفسي في الحاجه ومش عارفه اكلها يعني، بس اما حضرتك اديتينا اللي هو دي الشوفان، طبعا ده بصراحه يعني الحمد اختراع لله. ما شاء الله يعني، بقيتي ربنا يبارك تستبدليه لي. بالدقيق في الابيض كل وفي حاجه. الوصفات زي ما بقول، وتعملي الوصفات. تمام. حتى الحلويات يعني، انا كان من الصعب ان انا استغنى عن الحلويات، فطبعا بقت اعمل بيه اللي هو الجاتو شاتو وكل برافو حاجه عليكي، انت يعني. بتابعه جدا، باين والله كل باين. حاجه يعني كنت متابعاها بالظبط. وانا كنت قاعده بتفرج على حضرتك في حلقه يعني، انا ما كانش في دماغي ان انا اعمل رجيم، لان كان فكره الرجيم نفسها كانت تعباني، ان انا ازاي اتحرم من كل حاجه، ان انا ازاي مش هاكل ده ومش هاكل ده. فلقيت واحده مع حضرتك كانت بتسجل ان هي ايه بتعمل رقائق الخبز، فبدات بيها بقى. بعد برافو كده عليكي بسكوت الشوفان، بعد كده بقى متابعه بقى لحضرتك يعني في كل حاجه برافو بصراحه. عليكي والله، والله مش سعيدة عارفه بيكي اشكرك جدا. ازاي يعني، يعني لا بجد لا ازاي، الحمد الفضل لله بيرجع لربنا ثم حضرتك الحمد طبعا. لله على كل شيء. طب احنا معانا تليفون، معانا منى. يا منى وطي الو التلفزيون. الو اهلا بيكي، الو ازيك؟ الو اتفضلي. الو طب حاولي كلمينا تاني معلش. قطعتها. كملي بقى، انتي بقيتي تعملي الحلويات اللي نفسك فيها بالشوفان زي ما قدمنا، جاتو شاتو، السابلي، الكحك. عملتيه لا جربتيه برضو؟ لسه ما جربتش الكحك السابلي بصراحة. جربتيه؟ لا هو البسكوت شرايح الخبز مشبعة والجاتو والجاتو شاتو والكيكات جربتيهم والكيكات. صح؟ صح الحمد لله. بصراحة يعني حاجة بصراحة يعني، انا مش عارفة اقول لحضرتك ايه. انا ماشية على 7 خطوات بس يعني، حتى ما عملتش الرجيم السحري، ال3 ايام السحري يعني ما عملتهمش. ما عملتهمش يعني 7 خطوات بس، ومن والله غير السبع رجيم 3 ايام خطوات السحري خسيتي الحمد لله ال 20 كيلو. 20 كيلو. بس انتي عملتي معاها برضو صيام متقطع فترة قد لا ايه؟ انا لسه بادئه في الصيام المتقطع دلوقتي. يعني مش بادئه من فتره. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا اول شهر ده خسيت 8 كيلو في ال7 خطوات مع ال7 خطوات الحمد يعني، لله. فادتني بقى عزيمه واراده، فبدات متواصله معاهم. حتى بس لو انتي انا كده حلو، ما تنزليش بقى عن كده. عايز تنزلي عن كده؟ يعني ال60. طيب لا حلو والله، جميلة والله كده. جميل. طيب تسلمي قولي لي، لحبيبتي. زبادي بالليمون بالليل؟ باخدها باخدها. ما انا بقول لحضرتك الزبادي بالليمون، لو انا مثلا اتعشيت متاخر شويه فببدلها بميه بليمون. تمام، فكرة حلوة جدا. طب عشان الزبادي بالليمون نفسه بيتعبك؟ لا خالص تمام، جميل، حتى بحس بالفرق كمان تاني يوم تاني مباشره. يوم الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. انا والله بجد بشكرك. سعيدة بيكي جدا. والله انا اسعد يا حبيبتي. عايزة اقول لكم تسلمي. بس حاجة بخصوص الزبادي بالليمون، في فكرة إضافية انا بحب اجدد دايما واقول لكم على الحاجات اللي بوصلها. اخر حاجة انا كنت بقول ممكن نزود معلقة بذر كتان، ممكن نزود معلقة شوفان لو احتاجنا. لا، الاحسن منهم بقى، بدل كل ده لو عايزين عشان تحسوا انكم بتاكلوا حاجة وبتطول معاكم، لان الزبدية بتخلص في ثانية يعني، الواحد في صح. ثواني بيخلص علبة زبادي، جوز ما الهند. بتاخدش
حطوا معلقه جوز الهند. برافو، انت طبعا جدا. ايه ده، مش ممكن، سمعتني وقالتها معلقه جوز، انا قلتها قبل كده مش فاكره. لا برضو شفتها لحضرتك في حاجه يعني. أيوة. برضو لا متابعه حضرتك جامد والله. ايوه معلقه انا جوز بكون الهند جعانه فعلا بحط جوز هند على كوبايه الزبادي، وتخلطوها كده بتفرق. بتاخد وقت في انكم لما بتاكلوا وقت، وبتشبع جدا برضو. لا يعني وعايزه اقول لحضرتك ان انا عملت لبن جوز الهند وعملت زيت جوز الهند برضو، برافو يعني برضو عملت الحاجات دي كلها يعني بصراحه. يعني انا ما خدتها من حضرتك والله، تسلمي لي بجد يعني. حبيبتي نورتي. مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انت حابه تقولي للمشاهدين بقى اللي بيتفرجوا عليكي، اللي برضو عايزين يخسوا، عمالين يفكروا يعملوا ايه؟ انا والله يعني انا حتى مع جيراني وفي البيت واي حد بقابله بقول له بعد السبع خطوات يعني ما تفكرش في حاجه تاني.